السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بوصفه بزاف منعشه وبنينه وتاع وقتها، يعني صعب لي الليمون بالطليه. راه الليمون حاليا متوفر بزاف، هذه الوصفه توالم مناسباتكم وكامل افراح، وننصحكم انكم تجربوها. نروح مباشره لطريقة التحضير. عندنا 125 غرام زبدة تكون درجة حرارة الغرفة، نزيد لها نص كاس سكر غلاس، ونزيد لها نص كاس زيت، ونزيد لها زوج ملاعق تاع عصير ليمون، يكونوا ملاعق كبار، ونزيد لها حبة بيض. ونخلطوا كامل المكونات. اذا تحبوا نتوما تستعملوا باتر استعملوا باتر، لكن انا حنستعمل يدي فقط. ندخلوا كامل المكونات مع بعضهم حتى يتجانسونا. بعد ما خلطت كامل المكونات كما راكم تشوفوا، انا شريت معطر الليمون يتباع بالميزان، تلقاوه عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. انا نحب الشفاف لكني ما لقيتش الشفاف، شريت اللي ملون يعني يجي يعطيك اللون الاصفر كيما عطر الليمون، يعني ليمون لون الليمون. حندير منه شويه، كذبش عليكم انا تمنيت وانني نصيب الشفاف لكنني صبت غير ملون. كما راكم تشوفوا هذه الكميه اللي راهي في القاروره، انا شيتها ب10000، يعني 10000 دير لك بزاف. ونخلطوا وبعدها نروحو نزيدو الفارينة. الفارينة حتدي لك حوالي 3 كيسان ونص حتى 3 كيسان، يعني حسب نوعية الفارينة، كاين فارينة تشرب وكاين فارينة لا. انا هنا الفارينة صفيتها وبقيت نخدم بها ونلم العجينة وندير كيس خميرة كيميائية. ونبقى نخلط بالعقل، يعني نطم العجينة ما نعجنش. بعد ما تحصلت على العجينه طريه، انا خذيت لي 3 كيسان ونص، وانتوما حساب العجينه لازم تخلوها طريه. نروحوا لطريقه التشكيل. بعد ما لميتها في هذاك، ديروها في كيس بلاستيكي ولا سيلوفان ولا كيما حبيتو، المهم ما يقيسهاش الهواء باش ما تنشفناش العجينه. نروحوا نجيبوا كميه من العجين، نجيبو سيلوفان نفرشوه فوق طاولة العمل اللي راح نحلو بها. اذا ما عندكش ديري كيس بلاستيكي، راح يعاونك باش تحلي العجينة وباش تهزيها بلا ما يخسرنا الشكل. هكذا
نحطو العجينة، نبسطوها باليد، نزيدو عليها هذاك الجزء تاع البلاستيك هكذا، ونحلو بالحلال. نديرو السمك حوالي هكا 1 سنتيم، يعني شوية نديرو السمك يكون مليح ما يكونش رقيق بزاف. ونجيبوا المول اللي نقطعوا بيه، المول يكون اختياري. انا في الاول كنت مترددة ما بين هذا وهذا، ولكن في الاخير اخترت هذاك الشكل. كيفاش نحطه في المول؟ ونكملوا كامل العجينة، نديروها في المول وندخلوها على الفرن على درجة 160 حتى 180، جست ما يطيب لنا يتحمر لنا نحوهم ونخليهم يبردوا. بعدها نروحو نحضروا الكريمه اللي نحشو بيها الحبات. نديرو 2 ملاعق تاع زبده، نزيدو لهم 5 ملاعق تاع سكر غلاس، نديرو لهم 2 ملاعق عصير الليمون وطبعا معطر الليمون. ونخلطو بالباتر حتى تجانسنا كامل المكونات. نبقى نحرك هكاك باش ما يعني ما يطيليش هذاك السكر. بعد ما تخلطت لي كامل الكريمه، نروح نجيبو الحبات كيما طابو لنا هكذا ونحشوهم بالكريمه. نكملوا كامل الكمية ونحشوها. انا هاد العبرة اعطتني حوالي 36 حبة. بعدها نروحو نحضروا الطليه. الطليه هذه بزاف هشيشه، ويعني تبقى مده طويله ما تيبسلناش بعد ما عمرت كامل الحبات هكا بهالطريقه.
نحضر الطليان، نحط فيها 4 ملاعق تاع حليب، و4 ملاعق تاع ماء زهر، وزدت 4 ملاعق تاع الزيت. يعني راحت لي اللقطات، كان عم بالي راه يصور لكنه ما صورش. ونزيدو ملعقتين تاع عصير ليمون، وطبعا معطر ليمون. هنا معطر ليمون راه عنده اللون، لكن اللون انا ما عجبنيش بزاف، يعني حنزيد تاني الملون الاصفر، مكترش بزاف باش ما يعطيناش هذيك المروريه. ونخلط المكونات، انا هاد السكر غلاس نخلته، يعني صفيته بالصفاي، ونبقى نزيد في الخليط حتى يعطيني خليط دقيق. شو اونديغي راهو عجينه، نبقى نزيد غير بالعقل. وبعدها نزيد هذاك الملون الأصفر باش نشوف اللون اللي يساعدني، ونبقى نزيد في السكر. يعني انتاستي مازال خاصو السكر، نزيدو يعني ما عجبنيش اللون، قلت نزيد من الملون. نتاستي حبه سي بون، جاني مليح. شوفوا كيفاش القوام تاع الكلاصاج، راهو يجي ثقيل بزاف. نغطيو كامل الحبات، نغطو كامل الحواف، ما نخلو حتى حفه هكا تبان لنا. وهاي ليك الحبات بعد ما نشفونا، طبعا نروح نزينهم. انا حنزينهم بهاد الورود، راهم يديروا 12 حبه ب5000 برك. حندير لها خطوط تاع الشوكولا، وندير لها الورد هذاك ندخلو. اي فوالا، نكمل كامل الحبات. وهاي ليك كيف جاتني الحبه، تلقاو في التقديم. وفوالا، هاي ليك صابلي الليمون تاعنا، بزاف بنين وبزاف منعش. وانا ننصحكم انكم تجربوا، خاصه في المناسبات تاعكم في الافراح. ان شاء الله ربي يديم علينا كامل الافراح ويرفع علينا هذا الوباء. ونتمنى ان الوصفه تعجبكم وتطبقوها، وتشاركوني تطبيقاتكم. راه كاين جروب فيسبوك وكاين الانستغرام، ونتلاقاو في فيديو جديدة إن شاء الله.